الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأخوات، مع برنامج تغنى ورتل، هذا البرنامج القرآني الذي يختص بالصغار تحديدا، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه في كل جمعة تقريبا بعض الأولاد ممن هم معنا أو ممن يتصل معنا وتكون قراءته طيبة تشجيعا له، يستضاف هنا في هذا الاستوديو بإذن الله تبارك وتعالى. هذا البرنامج القرآني الذي نستقبل فيه الاتصالات من أبنائنا وبناتنا طيلة وقت الحلقة، هذا البرنامج القرآني الذي نتعلم فيه سويا شيئا من كلام ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. وكعادتنا وفي بداية كل لقاء أول ما نبدأ به تلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم. والله مولاكم. وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فلما نبأت به وأظهره الله عليه. فلما نبأت به وأظهره الله عليه. عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير.
والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون اقرأ إلياس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما
وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. حسبه. اقرأ يا يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه. أعد الآية. يا أيها الذين، يا أيها النبي، نبدأ يا من بداية السورة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. معنى اتصال. معنى محمد، معنى موسى محمد من البلقاء. تفضل يا موسى. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم ير يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد أيحسب لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. كيف حالك يا موسى؟ الحمد لله. أي صف يا موسى؟ خامس. قراءتك جميلة يا موسى. إيش أنهيت حتى الآن يا موسى من القرآن قراءة يعني تدربا؟ نعم. إيش الأجزاء اللي قرأتها حتى الآن تدربت عليها؟ جزء عامة. جميل. طيب يا موسى إحنا الآن نريد منك الأسبوع اعتبارا من الأسبوع القادم أن تبدأ معنا بجزء عامة. تدرب الآن خلال هذا الأسبوع على سورة النبأ عما يتساءلون والأسبوع القادم نستمع إليك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نرجع إليك يا يزيد. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. حسبه. نرجع إليك يا إلياس. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا
أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. جميلة، قراءة جميلة لياس. يلا يا زيد. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. معنا اتصال، معنا يوسف جمال من عمان، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن الاتصال قد انقطع، عاود الاتصال يا يوسف. نرجع إليك يا يزيد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. جميل، قراءة جميلة يا يزيد. نرجع نقرأ سويا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. معنا اتصال، معنا محمد عبد الله من الكرك، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدنا الشيخ؟ الله يحفظك، حياكم الله. إن شاء الله حابين نقرأ والله. تفضل. أفضل، من أي سورة سيدي؟ أي سورة تريد يعني؟
أبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ما شاء الله، قراءة جميلة أخ محمد. أخ محمد أنت يعني قارئ متقن ما شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك شيخنا، والله هذا شهادة نعتز بها بإذن الله. الله يحفظك، أنت متقن يعني، وإحنا الآن يعني نريد منك شيء، نطلب منك شيئا آخر، ألا وهو أن يكون لك حلقات تعليمية للأولاد وللصغار وللشباب حتى يستفيدوا من قراءتك يعني، وتكون قدوة لهم وتعلمهم القرآن إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله شيخنا، والله أعطيتنا دفعة للأمام إن شاء الله. لا بالعكس، يعني أنت أعطيتنا دفعة أيضا، لأنه قراءتك جميلة ما شاء الله ومتقنة، حتى ذكرتنا بمحمد أيوب رحمة الله عليه القارئ. رحمة الله عليه فضلت الشيخ. الله عليه. فنريد منك يعني أخبار سارة، يعني نريد منك يعني أخ محمد أن تتصل معنا يعني في الأيام القادمة وتبشرنا أن هنالك حلقة للقرآن للأولاد للشباب، حتى يعني نحن نحتاج والله يا أخ محمد لأمثالك المتقنين حتى يكونوا إيش يعلموا الأولاد، لأنه الآن يعني أصبحت يعني الأولاد يحتاجون إلى عدد كبير من المدرسين. صحيح صحيح. الله يحفظك، الله يحفظك، وإن شاء الله أنها نصائح إن شاء الله نأخذها بعين الاعتبار. والله يجزاك الخير كذلك الأمر. أنت يعني كم أنت يعني تصبر وتحلم على هالناس الصحيح، وعلى نسأل الله عز وجل أن يجعلك إن شاء الله منارة
ومفخر لنا شيخنا الفاضل، ويعلم الله كم نحن استفدنا من هذا البرنامج الطيب. بالعكس والله كان عندنا فيه أغلاط، وكان فيه عندنا للأمانة يعني تدلي يعني بملاحظاتك يعني وهي بعين الاعتبار. الله ينفع فيك شيخنا ويكرمك ربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك إن شاء الله. الله يحفظك. طب شيخنا بس طلب بسيط، احنا ممكن بعض احيان احنا في نفس الحي يعني نطلب يعني منك بعض النصائح ممكن ما تزبط على الهواء مباشرة، لكن لو يعني اخذنا رقمك الخاص ويعني تم التواصل معك يعني في الايام يعني ان شاء الله القريبة. أيه. يعني كيف نجتهد، كيف في عنا امور يعني اكيد انتم لكم يعني خبرة ولكم ما شاء الله يعني طيب في هذا المجال نفس طويل. اترك رق... يعني اترك رقمك عند الاخوة في الكنترول ان شاء الله نتواصل معك باذن الله عز وجل. يعني قبل ان تغلق الهاتف اترك رقمك ان شاء الله. معنا جنى اشرف من عمان، تفضلي يا جنى. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا جنى. بدي اقرا سوره النبأ. بس ارفعي صوتك يا جنى، الصوت واطي عندي. ما يلا ارفعي صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور دون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وطيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء وكل أجنا وكل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. كيف حالك يا جنى؟ ايه؟ كيف حالك يا جنى؟ الحمد لله. بأي صف يا جنى انتي؟ صف ثالث. صف ثالث؟ جميلة قراءتك. طيب يا جنى ايش انهيتي من القرآن حتى الآن؟ قراءة سورة قاف وسورة القمر وبين لي خمس سور واختم جزء عمه. طيب اعطينا رقم تليفون والدك يا جنى.
عشان نستضيفك اجينا عندنا في الاستديو هنا. اعطيني رقم تليفون والدك. 0 7 8 0 7 8 7 8 1 9 1 9 1 9 8 1 9 6 8 1 9 6 8 9 6 8 9. اعطيني اياه كمان مره حتى ما ن... كمان مره. 0 7 8 0 7 8 نعم 7 2 نعم 1 9 نعم 8 9 6 8 9 6 8 9. اه يا لانه احنا نتاكد من الرقم لانه كثيرا من الاولاد يعطون الرقم خطا. ان شاء الله يكون لك استضافه هنا باذن الله عز وجل. قراءه جميله من جنى، يعني الصوت كان واطي، يعني ما استطعت اني اركز كثيرا يعني في قراءتها، لكن اجمالا كانت قراءة جميلة ومتقنة ان شاء الله. نرجع اليك اليكم نرجع الى السورة، سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. 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 ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. 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 إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومأواهم جهنم وبئس المصير. الياس اقرأ. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نذهب إلى فاصل أيها الإخوة والأخوات، نذهب إلى فاصل لرفع أذان المغرب، فابقوا معنا.